احمد رفعت في الاهلي. اخد راي مصطفى واعلق بعديه. احمد رفعت رسميا في الاهلي 4 سنين، صح ولا غلط يا درش؟ احمد رفعت رسميا في الاهلي 4 سنين، تم التوقيع بالفعل، لكن طبعا لسه التفاصيل بتاعت هم ياخدوا مين كمان بخلاف الفلوس، لكن هي يعني عندهم خلفيه ان الموضوع خلصان في اداره فيوتشر مع النادي الاهلي. القصه كلها بس واقفه في ان يعني ممكن تحصل مفاجاه في الصفقه دي، وهتبقى مفاجاه كبيره كمان، مش مفاجاه يعني عاديه، هتبقى مفاجاه كبيره. لكن هو بالفعل وقع على عقود انتقال للنادي الاهلي، يعني ده شيء يعني منتهي تماما. لكن الموضوع يا جماعه بتاع ان هو يوقع للاهلي شيء، وان النادي الاهلي يخلص مع الفريق بتاعه شيء تاني. طيب عايز اسالك سؤال، احمد رفعت ينفع كلاعب في الاهلي؟ انا وجهة نظري الشخصية يعني ان لو هم اشتغلوا على محمود كهربا يبقى افضل من احمد رفعت. انا شايف ان احمد رفعت مش سكة لعيبة النادي الاهلي، لكن يعني هم ادارة الاهلي لها ما لها وعليها ما عليها في الفترات الاخيرة في ملف الصفقات، لكن خلينا برضو نشوف. هم طبعا انت عارف ان في الميركاتو ده مدير التعاقدات بيحاول ياخد توقيع اكتر من لاعب، وفي الاخر بيصفصفوا على 6 لعيبه 7 لعيبه، لكن هو يعني بالنسبه للتوقعات هي كتير. طيب اسمح لي اختلف معاك. اتفضل. اخر حد ممكن يجي الاهلي احمد رفعت. وانا بالشهاده دي وبالهيستوري بتاع حضرتك بانك دايما في الصفقات وانا انا بصوم لك بالعشره طبعا. وانا اقول لك على حاجه، بص، موضوع انه يوقع او وكلاء بيسربه دي حاجه، لكن انا اكلمك في كلمه واتمنى ان احمد رفعت يسامحني فيها وما يزعلش مني. احمد رفعت لا يتناسب مع الاهلي سلوكيا، والأهلي مقبل على مرحلة لا تحتمل المغامرة السلوكية مع لاعب مزاجي أو لاعب علامات استفهام كتيرة عليه في كل مكان هو راحه. أحمد رفعت مفيش حد عرف يتعامل مع الكيمياء بتاعته غير علي ماهر. عايز تجيب أحمد رفعت هات مع علي ماهر. أوضح لك أكتر من كده؟ فالأهلي لن يكرر أخطاء الماضي في الصفقات، وأحمد رفعت لن يكون في النادي الأهلي. يعني أدينا هو بختلف مع صديقي مصطفى، عشان ما حدش يقول لي أنت فلان قال. أنا جايب أنا بختلف، هو مصطفى حبيبي وأخويا، بنختلف ونتفق ونتناقش سوا. أنا أدينا هو بختلف مع مصطفى، عشان ما يجيش حد يقول لي أنت فلان هبد، ماليش دعوة بحد. أنا بختلف مع صديقي مصطفى حسين خليل أهو، بقول لكم أحمد رفعت مستحيل إنه يلبس تيشيرت النادي الأهلي. لا هو الصفقة الطموحة لجمهور النادي الأهلي، ولا هو اللي هيفيد النادي الأهلي كلاعب في مركزه، ولا ينفع مع الأهلي، ولا ينفع الأهلي يجيب لعيبة تصدر له مشاكل في وقت اللبس. وجهه نظر مظبوطه طبعا وتحترم، وفعلا يعني وجهه نظر يعني من الكواليس كده اللي يفكر في الصفقات كلها لازم يبقى عارف ان المرحله الجايه فعلا مرحله حساسه ومرحله مهمه، وده كلام مظبوط فعلا ومنطقي. يعني الحاجه الثانيه عشان اختم لكم موضوع احمد رفعت ده، في رساله عبر الواتساب مع صديق لي من اهم مسؤولي فيوتشر، سالته قلت له معلومه ليا، احمد رفعت في الاهلي؟ قال لي ولا لاعب من عندنا مشي حتى الآن. طيب في كلام نوقع، قال لي ولا أعرف أي حاجة ولا لي دعوة، وأحمد رفعت مرتبط بعقد ممتد معنا. طب هل أنتوا عندكم النية؟ قال لك أحمد رفعت بالتحديد لا.